وقل رب زدني علما. طيب انتقل لسؤال كريم ورد ايضا من احد السائلين الكرام، يقول هل دعوة المظلوم مستجابة على كل حال وان كان الداعي اكالا للسحت؟ وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال اتق دعوة المظلوم ولو كان فاجرا فإن فجوره على نفسه. وهذه قد حسنها الحافظ بن حجر رحمه الله وليست في الصحيحين. وأما بالنسبة لإجابة دعوة المظلوم نقول إن المظلوم أيا كان فإن الله عز وجل ينصره، لأن هذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى، لأن المظلوم منصور والله عز وجل يجيب دعوته. ثم أيضا إنه يتضمن الاضطرار، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر وإجابته لذلك شاملة للكافر والمؤمن. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل يجيب دعوة الكافر إذا اضطر وقرب من الله سبحانه وتعالى باضطراره، فإن الله عز وجل يجيب دعوته. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل وإذا ركبوا الفلك في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني أن الله عز وجل يكشف ضر المشرك إذا دعاه صادقا من قلبه حال دعوته. وهذا هو الغالب في من كان مضطرا، أنه يزول الشرك من قلبه باجتهاده بالدعاء لله عز وجل، وكأن العلائق تنقطع، سواء كان يعكف لأصنام أو يسأل ويستغيث بالموتى فهو يتوجه إلى الله عز وجل. وأما قول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فإن هذا دعاء في اليوم الآخر ويوم القيامة، فإن الله عز وجل يجعل دعاءهم هباء منثورا. ولهذا نقول إن دعاء الله عز وجل من قبل المظلوم والمضطر يجعله الله عز وجل سواء. ولهذا نقول إن دعوة المظلوم لا دين لها، يستجيب الله عز وجل لصاحبها، وهذا مقتضى عدل الله عز وجل وربوبيته سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يرزق العبد وكذلك أيضا ينصره إذا كان مظلوما، وكذلك يعطيه ويهبه وكذلك أيضا يعطيه صحة وعافية، فإن هذا مقتضى ربوبية الله عز وجل لسائر خلقه، وهذه رعاية من الله سبحانه وتعالى ومقتضى عدله جل وعلا. وأما الدعاء الذي لا يسمع من الكافر فهو الدعاء الذي يطلب فيه مزيدا من غير اضطرار ولا كذلك أيضا ظلم، فهذا قد حال الله عز وجل بينه وبين عبده، فيكون رزق الله عز وجل له كسائر المخلوقات في ذلك، يرجعه الله عز وجل إليه. ربما يزيده الله عز وجل إغواء برزقه الدنيا فيستكثر من جهة الرزق والعبد، فيجد من الله رزقا، والله رزقه قدرا ما رزقه لإجابة دعائه. فالله عز وجل إما أن يريد له إغواء وأن ينسيه العودة إليه، ومن الله عز وجل من يحرمه الرزق ليعود إلى الله سبحانه وتعالى. لله عز وجل حكم كثيرة وفي ابتلائه لعباده، لهذا نقول إن دعوة الكافر مستجابة ولو كان فاجرا أو كافرا إذا كان مظلوما ومضطرا، وهذا الذي عليه وتعضده ظواهر النصوص، وقد نص على ذلك غير واحد من السلف كسهل بن عبد الله وغيره. قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي